أثناء العمل بالبيع والشراء ما حكم تجاهل الباقي لو كان ربع جنيه مثلا؟ مؤمن نبه يعني باقي من المبلغ ربع جنيه وربع جنيه لا قيمة له، كل الزبون هذا باقي ربع جنيه وما معيش فلوس، أو سيب له أنت الجنيه تكون أكرم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.